من الصعب التصديق أنه على بعد فقط 2 كيلومتر من مركز مدينة سيدني وجسر هاربر ودار الأوبرا. 80 هكتار من أرض ذات واجهة بحرية أساسية لا يتم استخدامها بشكل كافي، بالإضافة إلى بعض المناطق المهجورة التي بها ممرات مائية تبلغ 94 هكتار. تخطط أوبن جروث في نيو ساوث ويلز لتغيير ذلك، لتحويل هذه الأرض المملوكة بواسطة الحكومة عن طريق فتح الواجهة البحرية وإنشاء أماكن كبيرة وفرص عظيمة في البر والمياه، والتي ستعود بالفائدة ليس فقط على السكان المحليين ولكن على مدينة سيدني الواسعة والشعب والدولة. في هذه المنطقة تحديداً قبل 30,000 سنة كانت تعيش قبائل الكاديغال والوانغال التابعة لعشائر يورا، وبعد الاستيطان الأوروبي أصبحت المنطقة مكاناً لمجموعة من الاستخدامات الصناعية والبحرية المختلفة، مثل مسالخ الحيوانات ومصانع الخشب ونواد التجذيف ورصيف للحاويات وصوامع الحبوب. ومنذ عام 2013 أصبحت محطة الركاب الدولية للمدينة على الخليج الأبيض. يقع على رأس الخليج الأبيض محطة توليد الطاقة، والتي تم اعتبارها من التراث وتم بناؤها بواسطة مفوضي السكة الحديدية في نيو ساوث ويلز ما بين عامي 1912 و1917 لتوفير الطاقة لسكة الحديد سيدني النامية. تم وقف محطة الطاقة عن العمل في عام 1983، ومنذ ذلك الحين وهي خلف أبواب مغلقة ومهجورة ولا يمكن الدخول إليها. يهدف مشروع التحول إلى إتاحة الدخول إلى هذا الموقع وبث حياة جديدة في محطة الطاقة، والذي سيعمل على توفير فرص عمل جديدة سواء كان مكانا للتعلم أو الفنون أو الثقافة أو الابتكارات التكنولوجيا الفائقة أو الصناعة المتقدمة أو مجموعة من الاحتمالات الأخرى. ولكن هناك ما هو أكثر من محطة الطاقة في الخليج الأبيض، والتي سميت على اسم جون وايت الجراح على متن الأسطول الأول في البحرية، وكانت عبارة عن رصيف للحاويات وصوامع الحبوب لجزيرة غليب، والتي تشهد على تاريخها كمحطة للبضائع السائبة والجافة. كل ما يهدف إليه تحويل هذه المنطقة هو تعزيز الصالح العام عن طريق فتح أرض الواجهة البحرية، والتي كان من غير الممكن الدخول إليها على مر السنين. من الأولويات أيضا أن تتم الحركة والتنقل بشكل فعال وشامل، بما في ذلك حل مشكلة طريق فيكتوريا المزدحم، والذي يستنسب مليارات الدولارات من إنتاجية مدينة سيدني وسكانها. يقع خليج روزيل بجانب ساحة روزيل القديمة لسكة الحديد، ومن الممكن أن تصبح ملعب للبحرية في ميناء سيدني. نريد أن نخطط للبر والبحر بشكل كامل. ولكن بينما تقع المساحات الخضراء لحديقة سنتينيا في جنوب الخليج، فإن اليوم يوجد أرض جرداء في رأس الخليج والسواحل الشمالية مكان للمرافق البحرية المختلفة، كمرسى اليخوت الفاخرة ورصيف كبير لتخزين البضاعة الجافة والتي غير متاح بشكل فعال لعامة الناس. ثم هناك سوق سيدني للأسماك، وهو يعتبر ثالث أكبر سوق سمك في العالم على أرض الواجهة البحرية الأساسية، أقل من 20 دقيقة مشيا من مركز المدينة، ولكنها تفتقر إلى الإصلاح الكامل. من الممكن أن تتخيل النتائج إذا قمنا بإعادة تطوير سوق الستينيات والسماح للجمهور بدخول الواجهة البحرية. ماذا عن منطقة للتسوق جديدة تقدم جميع أنواع الفواكه والخضروات الطازجة وليس فقط الأسماك؟ لقد قمنا بإعداد 20 مبدأ تشمل المنفعة العامة والاستفادة، والتي توجه عملنا التمهيدي على خطة تحول للمنطقة تمتد 30 عاما، ولكننا لا نملك كافة الأجوبة. والذي نعرفه أن التحول في منطقة الخليج ستمثل فرصة بناء أكثر المدن إثارة وطموح في العالم اليوم، وإن نجاحها سيتوقف على الثقة المتبادلة وحسن النية والتعاون.